وقوله هنا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا قياس. ومعلوم أن أول ذنب عصي الله عز وجل به كان بسبب القياس الفاسد، وهو قياس إبليس في فضله على آدم، وذلك أنه خلق من نار وإبليس خلق من طين، فلما كان من ذلك لزم من ذلك أنه لا يسجد الفاضل للمفضول، يلزم من ذلك أن لا يسجد الفاضل للمفضول. ولهذا قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث مطر عن الحسن قال قاس إبليس فضل. ولهذا نقول إن الأهواء تمتطي القياس لتصل إلى مآرب فاسدة، إلى مآرب فاسدة. والواجب في هذا أن الإنسان إذا وجد دليلا أن يتوقف عن الأقيسة والأهواء والرأي حتى لا يقع فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وأكثر ضلال البشرية بالقياس الفاسد، بالأقيسة الفاسدة وضرب الأمثلة القاصرة، ضرب الأمثلة القاصرة كما كان كفار قريش في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. وكذلك أيضا حينما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا له مثلا، وذلك بالعظم حينما فتوه قالوا كيف يحل العظام وهي رميم، ولكن سبب فسادهم في هذا ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أن ضربت لكن مثالك قاصر، في مثال أعلى منه وهو أنك وجدت من عدم، فالذي أوجدك من عدم أليس يوجدك وموادك موجودة؟ فلم تكن شيئا يعني عدما، فأوجدك من عدم ثم كنت موجودا، فمادتك موجودة المنثورة في التراب، إعادتك من هذه المادة أقرب وأسهل من العدم الذي لم تكن موجودا قبله، لم تكن موجودا قبله. إذن ما من قياس يرد به الدليل إلا ثمة قياس أولى منه ضل عنه الإنسان. ولهذا نقول إن القياس على مراتب متعددة وخيوط، يأخذ الإنسان منها ما ينتقي ليبطل ما دونها من الحق، ليبطل ما دونها من الحق، فيضل الإنسان في هذا الباب.